ليه لما ويجز طلع من الراب شوية وراح بوب شوية اتريقت عليه وقلت عليه حساس في الحب وبتاع؟ أنا قلت عليه كده؟ فين؟ عيل حساس بتتمرمغ في دراما. أيوة بس دي ممكن تبقى أي حد يعني. بس هي وقتها كانت أغنية البخت بتاعت ويجز. أيوة أنت وكل الناس قالوا إنها عشان بحب ويجز جدا. بصي ده عادي. أنت قصدك ويجز؟ لا لا هي متقالة كده عامة على يعني في الهوا. خلي بالك زمان في 2018 برضو في الزمن ده كنت بشتم واحد كده طول الوقت هو واحد وهمي وما كانش شخص حقيقي. احنا دلوقتي عشان بقى في مجال كل كلمة انت بتقولها ناس يقول لك انت دي بقى رايحة لفلان. يعني انا جبت لك اغنية من 2018 دلوقتي غنتها ناس تقول لي اه انت قصدك بقى، يعني الناس بتحاول تفصل الموضوع. ولكن بس ده ما بينطبقش على ويجز. ويجز انت كان قصدك كنت بتدس ويجز، قول الحقيقة يا مروان. بتتمرمغ في دراما، دي اغنية كله في السليم، طبعا لان الاغنية دي كانت دس اصلا. يعني الاغنية دي كانت دس على اتنين. فعادي يعني هو في الاول وفي الاخر دي ترجع بقى في فكرة الدس ومش عارف ايه، وانه انت بتثبت ان انت اجمد يمكن. يعني انا في الراب بسمي حاجة زي دي اللي هو زي كتف قانوني. زي في الكورة كده. ايوه اللي هو انا اديتك كتف بس هي مش فاول. انا ما ضربتكش تحت الحزام مثلا، فاهم قصدي؟ فده جزء من الشغلانة.